نبدأ بقى كده بالوديات الخاصة بالأهلي. فكرة هنا أصلا تصاعد الوديات، فكرة هنا طلائع الجيش وبقى سوري بتروجيت وبعد كده أسوان وكده طلائع الجيش. بتشوف إزاي التدرج ده في الماتشات وفي الفرق، وبعد كده كمان فكرة الفوز والتعادل. يعني إحنا فوزنا في بتروجيت كانت خماسية جميلة جدا، جيت بعد كده في أسوان كان في شوية صعوبة في البداية بس أنت عوضتها، طلائع الجيش اتعادلت. لحد دلوقتي سو فار زي ما بتقول لو ما نقدرش نحكم قوي، بس قراءتك للمشهد ايه؟ انا شايف من البدايه ان كولر ابتدى يعمل اجواء اصلاحيه في الفرقه، وده يعني هو ذاكر الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا، وقدر مع بالتعاون مع الاداره يحصل تدعيمات مهمه جدا في عده مراكز. فيعني ان دي تجارب سواء الطلائع او اسوان او بتروجيت، دي كلها تجارب لموسم لما هو قادم، زي ما قال الاستاذ كريم التحدي الاول مع الاتحاد المنستيري التونسي. فيعني بشوف ده وبشوف ده وبشوف ده، اسعدني جدا ان كل مركز فيه الثلاثه واربعه بيلعبوا في نفس المركز، وده كان حالة فقر شديدة جدا الموسم اللي فات، دفعنا ثمنها جامد بصراحة. يعني خسرنا كتير، خسرنا بطولات مش خسرنا ماتشات، خسرنا بطولات احنا متعودين عليها. فأنا شايف إن اللي حصل مع بداية الموسم فترة إعداد الراجل اللعيبة خدوا نفسها مش بقدر كافي جدا، وحصل استشفاء، وسعيد جدا بعوده السوليه واكرم توفيق، كل دي مكاسب للفرقه. فالتجارب في حد ذاتها استكشافات لما هو قادم، يعني ودخول اللاعبين في تحديات مع بعضهم كمان دي مهمه جدا استاذ كريم، ان اللاعب ما يحسش المكان ده حكر عليه. دي مهمة جدا، وانه هيدي هيلعب مش هيدي في غيره، ودي نقطة مهمة جدا برضه.